أنواع كتيرة من أجهزة اختبار الحمل المنزلي، لكن ميدستريم هو الأسهل والأدق. الأسهل لأن كل اللي عليكي هو تمرين الجهاز على مجرى البول لمدة 5 ثواني، وده عكس كل أجهزة اختبارات الحمل المنزلي الموجودة في مصر. والأدق لأن بمكوناته الألمانية بيقدر يكتشف أقل نسبة من هرمون HCG اللي الجسم بينتجه فترات الحمل الأولى، وده عن طريق تقنية كلوديال جول، يعني هتحصلي على النتيجة في أول أيام انقطاع الدورة. ميدستريم، سهولة الاستخدام ودقة النتائج.